السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السبت شعب بني إسرائيل رح يقرأوا الكتاب الخامس والأخير اللي اسمه بالعبراني كتاب دفرين، وسبت رح يقرأوا على الموضوع الحقوق. موسى رسولنا صلى الله عليه وسلم أسس أبانا محاكم عشان ما كان يقدر يعمل كل شي لحاله، وعين كداء يساعدوه بهاي شغلة. طلب منهم موسى عليه السلام انه يحكموا كل واحد بطولة روحه بالهداوي بالعادل ومن غير تمييز. يعني موسى حذر المحاكم انه يجب عليهم دايما يمشوا بالطريق الصح والوقف مع صاحب الحق، لانه عاجلا ام عاجلا رح تنكشف الحق. زي المثل اللي بيقول بعد ما يدوب الثلج ببان المارش. أعرفتم את הסרטון? אשמח אם תשתפו אותו. שבת שלום חברים.